تقدم تنرفوا كده يبقى على طول وتبقى أجمل كنيسة زي العتبة قريتها تشرفوا الست العتبة عشان الناس اللي بتعلم كل يقولوا العتبة ذوقها حلو اختارت الناس الحلوين اللي تظهر ايه عندهم ما تقولوش العتبة الله يا العتبة اختارت كده ليه بس؟ لا عايزين نقولوا هي حق الست العتبة ايه؟ تظهر هنا الشعب ده شعب طيب وطقي وخفيف وهادي ومنظم وكتبنا كده. أنا سعيد إن أختم معاك السنة اللي فاتت وهنبدأ السنة الجديدة كل عام طيبين وربنا يجعلها سنة مباركة سعيدة بالخير والسعادة والسلام ليكوا وللكنيسة بصفة عامة ولبلدنا مصر وللعالم كله ربنا يحل بسلامه على البشرية ويقينا يعني الأوجاع والكلام ويعزي كل اللي هم طيبة وكل الحزان يفرحهم وكل المتضايقين ربنا يفرج عليهم كل عام وانتم طيبين. Thank you.